بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. سنة يسيرة جدا وثوابها عظيم جدا جدا جدا، لا يفرط فيها إنسان عاقل. مش إنسان يعرف السنة دي ويفرط فيها يبقى إنسان عاقل، لأنه بيضيع منه ثواب عظيم جدا جدا، سيندم عليه أشد الندم يوم القيامة. ومن علامة الساعة استخفاف الناس أو استخفاف المسلمين بالسنن والأذكار. أقسم بالله العظيم قسما أحاسب عليه يوم القيامة أن من يعلم هذه السنة ويتخاذل عنها ويستخف بها سيندم أشد الندم يوم القيامة. سنة السواك، السواك سنة عظيمة جدا، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد فيها تشديدا شديدا. السواك عند كتير من العلماء بيضاعف الصلاة 70 ضعف، بيضاعف ثواب الصلاة 70 ضعف. هقول لكم الأدلة من السنة. جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، صلاة بسواك، خلي بالكم دي امرأة مش رجل، كانت بتسوق لكل صلاة. صلاة بسواك حب افضل عند الله من 70 صلاه بلا سواك، او احب الى الله من 70. وقال عليه، قال على عبد الله بن عباس، لان اصلي ركعتين بسواك احب الي من اصلي 70 ركعه بلا سواك. وسيدنا ابو هريره قال صلاه بسواك خير من 70 صلاه بلا سواك. كذلك عبد الله بن عمر، كثير جدا من الصحابه. والحديث ده لا يقل عن درجه الحسن، خلي بالكم الحديث ده لا يقل في درجاتي عن درجه الحسن. بل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. وهذا أيضا مرفوع عن الزهري، وده من كبار التابعين ومن أساتذة البخاري رحمه الله. يبقى يعني بعض العلماء يعني لم يتصور هذا الفضل العظيم، وقال هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد هذا مجازا، يعني هو ثواب الصلاة بيزيد كتير بس. وبعض العلماء أخذوا بظاهر الحديث، وده الأقرب للصواب، لأن كلمة 70 لما تيجي عن كتير من الصحابة والتابعين، 70 بالذات مش ممكن تكون صدفة. تواطؤ الصحابه رضي الله عنهم والتابعين على كلمه 70، يعني لما يكون واحد لما يعني يجي يعني يرد عن الزهري، وهذا ايضا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان فضل الصلاه التي يستاك لها على الصلاه التي لا يستاك لها 70 ضعف. يعني زي ما بنقول ان الركعه في المسجد الحرام ب 100,000 ركعه بره المسجد الحرام، لا، ده بنقول السواك بيضاعف ثواب الصلاه 70 ضعف. يبقى في انسان عاقل يضيع ثواب السواك؟ ماذا يضيرك لما يكون عندك سواك زي ده؟ بتجيبه وتقشره، يبقى عامل زي الفرشه بالطريقه دي، تجيبه وتقشره وتحطه على المرايه، وقبل كل صلاه مكتوبه تتسوك بالطريقه دي عشان اسنان تبقى بيضاء ونظيفه. ده بيسوي الصلاه كتير جدا. بص كده، وتحطه. ماذا يضيرك؟ حصلت ايه؟ الحركه البسيطه دي. ده مش بس كده، ده ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السواك يضاعف الحسنات 70 ضعفا، وده يؤكد الحديث الثاني اللي قلناه دي. مش بس الصلاه. يبقى اللي بيضاعف السواك يبقى انسان عاقل؟ لا عليكم. شوف بقى الصحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه؟ اولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. يعني لولا ان انا اشق، الكلمه هنا امرتهم معناها يبقى فرض جازم. لا، امرتهم بالسواك عند كل صلاه، يعني سواك كل صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. شوف الصحابة كان بيعملوا ايه؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته تسوك، لا يمكن يخش البيت إلا ما يتسوك قبل أن يقابل زوجته. زي ما هنبين دلوقتي. واحد اسمه خالد، زيد بن خالد، أحد الصحابة، ما كانش بيقوم الصلاة إلا والسواك على ودنه بالشكل ده. كده. يعني بيبقى حاطط السواك كده على ودنه، زي ما الكاتب بيعمل في القلم في الخمس صلوات. صلاته بسواك خير من 70 صلاه بلا سواك. شوف بقى سيد عائشه، كان النبي اذا دخل بيته بدا بالسواك. عن حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله كان اذا قام من ليله يشوش فاه بالسواك. يعني لما يقوم ليه عشان يصلي صلاه التهجد ده، يعني حتى السنن قبل ما يصلي صلاه التهجد يشوش اسنانه بالسواك. وانت تعيش وتموت، ده في ناس اقسم بالله عمرهم في حياتهم ما مسكوا سواك في ايديهم، لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا الاستخفاف بالسنن، الاستخفاف بالسنن، وده من علامات الساعه بسبب انتشار الجهل بين الناس، والاستخفاف بالعلم الشرعي والاستخفاف بالسنن. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اكثرت عليكم في السواك، اكثرت عليكم في السواك. الحديث في البخاري. عارفين يعني ايه اكثرت عليكم في السواك؟ يعني الححت عليكم، عمال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم السواك 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 السواك، اكثرت عليكم في السواك.
جاء في الحديث ان افواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك، فطيبوها بالسواك. كان النبي اذا قام من نومه يشوش فاه بالسواك، متفق عليه حديث. امرت، شوف الحديث ده حديث خطير جدا، امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي. ده الرسول عشان بيقول امرت بالسواك، لا خفت انه يكتب علي. هو الرسول مش خايف على نفسه، خايف على الامه، خايف انه السواك فرض عين والناس ما تقدرش. هو خايف على امته مش خايف على نفسه. الرسول عمره ما كان بيسيب السواك، لكن هو خايف على الناس، مش خايف، خايف علينا احنا مش خايف على نفسه. هو بيقول ايه؟ امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي. وفي روايه حتى ظننت انه سينزل فيه قران ووحي. يعني ظنيت الرسول بيقول كده ان هينزل في السواك قران ووحي بالزام السواك. ده في حديث ثاني خطير، امرت بالسواك حتى خشيت على اسناني. يعني ايه خشيت على اسناني؟ يعني افضل ما بسيبش السواك من ايدي، افضل طول الوقت اسوك لغايه ما اسناني ممكن جايز يجرى لها حاجه من السواك. شوف الرسول بيقول ايه؟ عشان عرفت قيمه السواك. واحنا وانت بتعيش وتموت ما تبصش، ما تنسش السواك. يعني اتقوا الله، ما تستخفوش بالسنه، حتى هتندموا يوم القيامه، اقسم بالله العظيم هتندموا يوم اشد الندم يوم القيامه. سيدنا عبد الله بن عمر عن ابن، كان رسول الله لا اذا لا يستعار بالليل ساعه، خلي بالكم، الا اجرى السواك على فيه. شوف عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ كان رسول الله لا يستعار، يعني ما بيقلقش ليله في بالليل بالليل ساعة إلا وأجرى السواك على فيه. ما يقومش الليلة بالليل إلا ما يجرى السواك على فيه. شوفوا شوفوا بقى شوفوا الصحابة بيقولوا، حديث خطير جدا. كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا لليل، كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا لليل. نؤمر. نؤمر، يعني الصحابة بيقولوا كنا بنؤمر بالسواك حتى قمنا بالليل. الصحابة نفسهم قالوا أمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه قرآن. شوفوا الرسول بيقول ايه؟ إذا قام أحدكم ليصلي من الليل فليستك. إذا قام أحدكم ليصلي بالليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، فما يخرج من شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. الحديث ده معناه ايه؟ معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تقوم تصلي وتقرأ قرآن بالليل، الملك بيقرب منك لغايه ما يحط بقه على بقك، يحط بقه على بقك، يحط الفاه بتاعه على الفيه بتاعه، فما فيش حاجه بتخرج منك الا ما بتدخل في جوف الملك. فالرسول بيقول لك استحوا من الملائكه عشان ما تبقاش ريحه الفم، او عشان الفم يبقى طيب، لان ده ثبت علميا ان في مواد في السواك مش موجوده في معجون الاسنان كتيره. وده الناس العلماء بتوع الجهاز العلمي لقوا انه في مواد بتقي من السرطان. الانسان اللي يستعمل السواك ما يجيلوش سرطان ابدا، لان في مواد الانسان لما بتحط السواك في بقك بتبلعها، لو ان في السواك في مواد بتقي من قرحه المعده. ده في حديث خطير لسيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ في السواك 10 خصال. سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان للامه، طبعا سيدنا عبد الله بن عباس حابس الحديث ده وما كنتش بيستعمل السواك، عشان تشوف نفسك انت من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه. 10 خصال السواك 10 خصال: يطيب الفم، يشد اللثه، يجلو البصر يعني بيقوي البصر، يزيل البلغم، خلي بالكم يزيل البلغم، يذهب الحفر يعني بينقي البشره يخلي الحفره يخليها، ويوافق السنه، ويفرح الملائكه، ويضاعف الحسنات. في روايه ويضاعف الحسنات 70 ضعفا. في انسان عاقل يضيع الكلام ده؟ في انسان عاقل يضيع الكلام ده؟ السواك يضاعف الحسنات 70 ضعفا؟ طب اشوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس في كل صلاه بيتسوق، مش بس لما بيخش بيته بيتسوق، مش بس لما بيقوم الليل بيتسوق، لا، ده مات وسواك في ايده. كان وهو بيحتضر السيده عائشه ماسكه السواك، والرسول صلى الله عليه وسلم بيموت وهي ماسكه السواك في ايديها. وبالطيب فبيقول لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم عينيه على السواك، فقالت له اتريده يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هز راسه مش قادر يتكلم. فقالت لا، اطيبه لك يا رسول الله؟ فقال فوضعته السواك في فمي ومضغته حتى اطيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعطيته السواك. فاخذ مني السواك وتسوك، وبعدين رفع يده اليمنى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتشهد. فبعد ان تشهد مات عليه الصلاه والسلام والسواك في هذه الاسرة. فسيده عائشه بتقول ايه؟ فاخر ما خالط ريق الرسول صلى الله عليه وسلم ريقي.
يعني اديته السواك، السواك ده ما ضغطه عشان تطيبه له، وراح مديهوله عشان يتسوق. الرسول صلى الله عليه وسلم مات والسواك في ايده، وانت بتعيش وتموت وانت ما بتمسش السواك. بالله عليك، هل انا استحي؟ يعني سنه بتضعف الصلاه 70 ضعف كما جاء افعل، سنه بتضعف الحسنات كلها 70 ضعف، سنه يعني الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين ما بيسواش ابدا. بس كنت انت عايز تبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، لازم تتبع سنتهم. يبقى انت بتخسر دي ايه عشان ما تستلمش السواك؟ خساره فادحه يوم القيامه. السواك في الحسف، في انسان يفرط في في في, في حاجه بتضعف ثواب الصلاه اضعاف كثيره؟ يعني او مش عارف اقول ايه، شيء مؤسف. فهل كل اللي يسمعني دلوقتي يتقي الله؟ سواء كنت رجل، كنت رجلا او امراه، اتقوا الله. هات سواك في بيتك وخليه عندك على المرايه، وما تصليش صلاه مكتوبه الا ما تستخدم السواك. واستحضر النيه، ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يضرب لك الصلاه دي في 70. استحضر النيه ان ربنا يضرب لك الصلاه دي في 70. فانا هكتب لكم الاحاديث دي، كل الكلام ده هكتبه لكم تحت فيديو سخون شو نشر هذا العلم في ثواب عظيم، لعل علما فلا اجر معاه يوم القيامه، لا انكم زاد من بني شيء، شو تفعل الجرس واشرق في كل هذا، اسلكم كل جديد وتساعدوني على نشر سنه النبوه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.